توافق في الرؤى وإجماع على إعادة الاستقرار الأمني والمضي قدما نحو استكمال بناء المؤسسات الدستورية الليبية وإجراء انتخابات عامة مع الالتزام بمخرجات مؤتمري برلين 1 و2 هو ما خلص إليه المشاركون في أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي. اجتماع كذلك مبني على إرادة البلدان المعنية وفي مقدمتها ليبيا للتأكيد للمجتمع الدولي أن دورنا يجب أن لا يستهان به، أن دورنا كبلدان تتأثر بطبيعة الحال بما يحدث في الجوار مباشرة وأكثر من غيرنا من الدول في العالم، إذن أن صوتنا يجب أن يسمع وأن دورنا يجب أن يعترف به. شدد الوزراء على ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها من حيث إجراء الانتخابات في موعدها وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 وخارطة الطريق، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك. ولأن الجانب العسكري والاستقرار الأمني كان في صميم اجتماع الجزائر، أكد المشاركون على ضرورة سحب المرتزقة من الأراضي الليبية برعاية اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والمضي قدما نحو مصالحة وطنية شاملة. 5+5 هي لجنة تقنية، لجنة لها مصداقية دولية ومحلية، وهذه اللجنة هي التي من شأنها أن تضع الجدول الزمني وتضع التصور لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، وبالتالي مع التحاور معها ومع العمل مع دول الجوار والدول الصديقة نصل إلى آلية ونصل إلى طريقة لانسحاب القوات والمرتزقة. ليس واضحا الآن إلى أين ستذهب هذه القوات غير الشرعية المتواجدة حاليا في ليبيا. قد يكون الطرح العقلاني هو أن تشرف الأطراف التي قامت بتحضير هؤلاء إلى ليبيا بنقلهم من ليبيا لعودتهم إلى أماكن التي أتوا منها. دول جوار ليبيا التي غابت نوعا ما في الفترة الماضية عادت وبقوة من بوابة اجتماع الجزائر لتؤكد أنها طرف فاعل في سبيل إعادة الاستقرار إلى ليبيا.